يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود البلاد غدا طقس مائل للحرارة نهارا على السواحل الشمالية وحار على القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء وشمال الصعيد. شديد الحرارة على جنوب الصعيد، معتدل في أول الليل، مائل للبرودة في آخره وفي الصباح الباكر على كافة الأنحاء. وفي مالي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا على معظم محافظات ومدن الجمهورية، والبداية دائما من القاهرة العظمى 30، الصغرى 21، اسكندرية 28، 20، مطروح 26، 20، بورسعيد 28، 23، اسماعيلية 31، 20، وجوها حار. بالنسبة للسويس 30، 21، العريش 28، 20، طابة 30، 23، شرم الشيخ 33، 25، الغردقة 33، 24، وجوها أيضا حار. بالنسبة للأقصر 37، 22، أسوان 38، 23، الوادي الجديد 35، 20، حلايب 30، 25، شلاتين 33، 24، وجوها أيضا حار. والآن نستعرض معكم درجات الحرارة المتوقعة غدا في عدد من العواصم والمدن العربية والعالمية.